رح ننتقل معكم للجمال وللصوت الجميل طبعا ليكمل صباحنا، ما بيحلى إلا بالأصوات الجميلة والعزف المتميز. رح يكون معنا بصباحنا لليوم المغني وسام زهيري. بدي رحب فيك بصباحي، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحي. صباح الخير لإلك، نورتنا. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك أستاذ. وأيضا عازف العود علي محمود، بدي رحب فيك أيضا ويسعد صباحك. كل خير يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم من جديد. خليني أبدأ معك وسام. يعني دوما نحن بنسأل سؤال كلاسيكي يعني الاعتيادي، إنه نحن من أيمتى بلشنا، كيف بلشنا، مين كان داعم لنا بداياتنا؟ والله نحن بلشنا من أيام المدرسة. يعني كنا نغني هيك بالصف رفقاتنا، معسكرات الطلائع كنا نطلع ليها نغني فيها، وصاروا يشجعوني رفقاتي يعني والأهل، إنه الأهل يشجعوني يقولوا لي إنه صوتك حلو، تابع استمر غني. كان معك مساعدة من الأهل، مش بس الأصدقاء؟ لا، الأصدقاء والأهل. يعني الأهل كانوا البداية، يعني هن أول ما كانوا يقولوا لي إنه غني صوتك حلو، تابع بالمهنة، تابع بالغناء. وانا تعلقت فيها الصراحه، يعني هي كل عمرها موهبه انا بحبها. هو الغناء حلو للامانه، يعني كمان همام التشجيع والتحفيز من الاصدقاء دائما بيخلي اي شخص يتابع بهالموهبه الحلوه. العود يعني من الالات المتميزه الاساسيه الاصيله يلي ما بنقدر نحن نتخلى عنها. همام اصاله حتى يعني بالاغاني الحديثه ممكن يكون لها حضور. خلينا نحكي استاذ علي عن هالاله وبدايتك معه. والله انا بلشت من لما كان عمري 10 سنين، بلشت بمعهد موسيقى عندنا بالقريه، وكفيت نزلت على اكاديميه. حلو. كفيت بالمجال اكاديميا تعلمتها كمان. ليش العود؟ والله آلة شرقيه بحسها كثير قريبه من القلب وصوتها. هلا هو انا ليش دوما يعني هلا يمكن صاروا قلال جدا اللي بيعزفوا على العود، ما بعرف اذا كلامي صح، كلياتنا عم نروح على الالات الغربيه او صح. الاورجل بيعزلني عن اي شيء ثاني. صرنا بنشوف نادرا لنشوف مثل هيك جلسه صفا مثل ما بنقول، ونسمع حدا عم يعزف على العود. انت معي بهذا الموضوع انه خفوا، ما حد ايه ما عاد حدا هلا عن جديد؟ لا هلا عن جديد رجعت. اول شيء مرت مرحله كانت كثير قليلين العازفين العود، اما هلا عن جديد عم يطلع، رجعنا نشجع شوي شوي. هو الاصاله دوما ما اكيد تمام. هلا نحن بدنا نسمع اكيد تفاصيل هالموهبه والمواهب طبعاً المتميزه، لكن بدنا نسمع نحن اليوم يعني بدنا نسمع صوتك. تعرفنا بصوتك استاذ وسام هيك بصباحيه حلوه لنا ولمشاهدينا، تفضل. يلا ما راح نطلب شيء، خلينا من اختياراتهم للشباب. قبل ما نبتدي بقاف وعتابا سوريا لسه ما رفعنا عتابا، قبل ما نبتدي بقاف وعتابا سوريا لسه ما رفعنا عتابا، سوريا عاتبت مصعب، والله سوريا عاتبت مصعب ولك عتابا، يا ويل ويل اللي منها اقتراب يا يابا. بعد ما كنت نادي الأهل يغراب عني صار نجم الصبح يغراب، بعد ما كنت نادي الأهل يغراب عني صار نجم الصبح يغراب، والله ونت يا أسود الجنحين، والله ونت يا أسود الجنحين، ولك يا غراب لعني بعدت أغلى الأحباب يا يابا.
وعيون السوا هي جابوا لي الدواء وانضعت تلاقوني بعيون السوا هي وعيون السوا هي جابوا لي الدواء وانضعت تلاقوني بعيون السوا هي حلو حلو زيادي دادي عيني دادي اسم الله وما شاء الله من بين الورادي حلو حلو زيادي دادي عيني دادي اسم الله وما شاء الله وعيون السوا هي جابوا لي الدواء وانضعت تلاقوني بعيون السوا عيونا ويلاه ويلاه حبوبة ومزيونة لون الورد لونا ولاه من عيونا ويلاه ويلاه وعيون السوا هي جابوا للدواء هي وانضعت تلاقوني بعيون السوا سلم هتم سلم هتم يا رب. هلا خليني احكي عن ربما المشاركات لك هلا انت وعلي على طول بتكونوا موجودين مع بعض حلو خليني احكي عن الحفلات والمشاركات هلا يمكن ما بعرف اذا بفتره هلا الكورونا خفت رجعت فتره رجعت هلا انمنعت هيك امور خليني احكي قبل افرض حديثي قبل ما تبلش جائحه كورونا هلا مشاركة. قبل في مشاركات قبل 2011 لانه انا بال 2011 رحت على خدمه العلم الله يقويك كان عندي خدمة علم كنت بخدمة الجيش وما كان فيني استمر بالمجال صح. يعني صح. فوقفت فترة يعني كان عندي واجب وبدي أقضي هذا واجب علينا كلنا تصرحنا بعدين ورجعنا هلأ عن جديد يعني تصرحت من شي تقريب 7 شهور الحمد لله السلام ورجعت هلأ على المجال يعني رجعت بالكورونا رجعنا بوقت أنه ما في حفلات يعني وقفت الحفلات الوضع الصحي صار صعب يعني شيء على الخفيف صرنا نقضيها انه قعدات هيك رفقات ببعض يعني حتى الاعراس تصير اعراس عائليه بالبيت يعني ما بقى فيه ممنوع التجمع وكمان الوضع الصحي كان كثير بيخوف يعني مزبوط ولحد الان يعني لحد الان احنا لسه الوضع بيخوف لازم نداري صح تمام الاعراس قليله بس هلا يعني ها عم ترجع شوي شوي الشغل عم يرجع الشغل دوام الحال من المحال اكيد رح ترجع ما في أحلى من الفرح هم أيام الحفلات هلأ علي يعني ذكرت أنه صقلت موهبتك بالدراسة والأكاديمية قدامهم هذا الموضوع يعني غير التمرين غير السماعي خلينا نقول قدامهم اليوم نسقل الموهبة بالتمرين أو بالدراسة الأكاديمية هلأ أكيد أي شخص بده يدخل مثلا بيتعلم أنا كتعلم إيدي لحالي ما بدي أنشر هذه الثقافة بين المجتمع فأنا ممكن أني اكتفي أني خلص خليها ضمن إطار معين أما بدي أحاول أنشره فلا إجبار يعني لازم يكون أدرس دراسة نظامية أكيد وأكاديمية. في تباين ومستويات مختلفة أكيد لازم يكون في دراسة وأسس تمشي عليها خصوصا لما أنا بدي أصير أعزف على موضوع الانتشار علي يعني لما أنا بدي أعزف على آلة أصيلة نغمة أصيلة تراثنا يحكي عنا هيدا يعني لازم أنا أكون عن جد في عندي أنا يعني موهبة ومصقولة بدراسة أكاديمية معينة لحتى تساعدني أكثر على نشر هذه الثقافة هلأ أنا بدي أسألكم عن المهرجانات والملتقيات قبل جائحة كورونا هلأ من 2011 أنت وسام بالخدمة الإلزامية قبل 2011 كان في مشاركات بمهرجانات ملتقيات طبعاً في مشاركات بالمهرجانات بالمركز الثقافي كان في كتير مشاركات يعني قبل هذه أكيد بتساعد على يعني كيف ممكن نعبر عن التطور عن التدريب إغناء يمكن الشخص بالخلطة بغير علي كمان بعد المراكز الثقافية ومهرجانات
حلو. هلا وسام، ممكن الانقطاع اللي ذكرته مثلا بسبب الظروف الصحيه ممكن تاثر، يعني عدم المتابعه وقله التدريب، مثلا يتراجع الفنان، يكون عنده طموح اكثر، مثلا يحد هذا الموضوع من طموحه، ام لا ممكن يتابع بطريقه معينه؟ هلا هي اكيد بتاثر يعني الانقطاع، لانه اي شيء في العالم بده ممارسه، بده على طول الواحد يتمرن يشتغل ليكتسب الخبره، خصوصا الغناء يعني كل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء جديد تماما. بس انا موقفت يعني، كنت وانا قاعد لحالي غني دندن مع الشباب، دندن مع الشباب يعني، نعمل قعدات انا وعلي نقعد بالبيت، علي في عنده معهد موسيقى حلو، كنا نروح نقعد بالمعهد انا وياه نتدرب يعني، موقفت بس تمام. وقفت العمل كمهني انه وقفت الحفلات بسبب الظروف، ما فيك تلتزم بعمل، بس التدريب ما وقفته نهائيا يعني. حلو كتير. طب لون الغناء اللي عم نسمعه اليوم، هلا انتم الشباب هيك لسه اول طلعتكم اليوم، في الوان مختلفه من الغناء شفنا يعني، بالعزف الجديد، بالالات الجديده، بالكلمات الجديده، انتم محافظين على التراث يعني، بتغنوا تراث اليوم بمعظم حفلاتكم، او حتى ممكن يكون عندك اغاني خاصه يكون لك نمط معين خاص فيه، خلينا نحكي عن اللون اللي بتحبه او بتحب تغنيه دائما. هلا انا بحب اللون التراثي يعني، بحب اغني التراث، هو التراث لازم يضل يتغنى، لازم يضل موجود يعني. هلا عن جديد عم نشوف اغاني، عم نشوف كلمات يعني ضيعت معنى الغنيه، ضيعت الفن يعني، ما بقى في حدا له نفس يسمعها الغنيه. صحيح يعني الغنيه حلوه بكلماتها، الاغاني التراثيه كلماتها كانت بتدل على معنى، هلا الغنية ما فيها اي معنى يعني، الغنية بس العالم ترقص وتهز عليها، والكلمة انه اي كلمة بس يحطوها بالغنية. فانا بغني التراث وانا بحب الاغاني التراثية كتير، ما بغني غيره. هلا مشان نكون يعني نحكي على المقلبين وسام يعني، صح كلامك 100% حول الاغاني الجديدة، هلا بس الى ناسا، الى يعني طبعا الى جو، كل وقت له جو. صح مزبوط. هلا بدنا نغني شيء، ما بعرف فيني اطلب شيء لبرهوم رزق؟ تفضل موال، ما انت اختر لي حيالا موال بدك يا لبرهوم رزق، ونغني الغنية اللي انت بدك اياها. عتابة حلوة لبرهوم. يا قلبي شلون تفرح وانت منها مقتلت عدة خلايا ونت منهم، يا قلبي شلون تفرح وانت منها مقتلت عدة خلايا ونت منهم، والله تعي نبيع الأساور، والله تعي نبيع الأساور، ولك وانت منهم لا لو نشتري بحقهم شوف الأحباب يا يابا، كل ما بسامحك وبجيك بطيب بتنزف يا جريح الكنيت بطيب، والله احرقوني مثل سيد الهنيت، ولك بطيب للبروفاتي كحل ورموش الاحباب، ولك يا ريتو يا ريتو خبز ما عندي ولا ماي ولا تساوى بالسرابية ولا ماي، ولك يا ريتو خبز ما عندي، ولك ولا ماي ولا تساوى بالسرابية ولا ماي، والله كل ما شفتنا بسوريا جمعة، ولك ولا ماي لا تطرق دموع عيني على الأحباب يا قلبي،
عسكري او يا جندي جيب هدومك لعندي، لك يا عسكري او يا جندي جيب هدومك لعندي، بغسلهم بدمع العين وبرش عليهم ما وردي، لا لولا لا عيني وهالا، لا لولا لا 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 عيني وهالا، ولك هاي سوريا ويرجالا. لك ما خلقني ولا جبتيني يا ميمة، يا ريت الله ما خلقني ولا جبتيني يا ميمة، وانطيتيني للشاي وظلمتيني ظالمة، يا الله اوف من الله الخوف، يا الله اوف اوف من الله الخوف، لك عقارتي القاني، يا ريت الله لك ما خلقني ولا جبتيني يا ميمة، وانطيتيني للشايب وظلمتيني ظالمة، يا الله اوف اوف محروم الخوف الخوف، يا الله اوف من الله الخوف، لك عقارتي القاني. ريت القيطن ما يطلع ولا الماتو راي ديري، لك للعن ابو المسحايه كسر الظاهر عاشيري، لا لولا لا عيني وهالا، لا لولا لا 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 عيني وهالا، ولك زعلت وسام غنى له. اكيد بترضى بعدين باكد لك 100%، يسلم هالسم يسلم هالانامل، يعطيكم الف عافيه. يعني اكيد بنتمنى نحن دوما بدنا نتابعكم على السوشيال ميديا، بدنا نشوف وين حفلاتكم ان شاء الله يا رب، الايام راجعه الافراح راجعه، بدنا نسمعكم اول باول. صح مروان وانت وياه اكيد نحن يعني رح نصير اكيد هلا من اليوم ورايح بعد ما اجيت لاوغاريت اكيد رح نكون متابعينك وسام، ان شاء الله بتكونوا نجوم انتم. علي يعني اكيد نورتونا بهذا الصباح، وقلنا لقاءات ثانيه بصباحات دائما متجدده، انتم يعني خلينا نقول اولاد الساحه، الصوت المتميز والعزف الرائع. شكرا كثير لكم، يا ريت يكون معنا وقت اكثر. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم شباب.